راديو فجر 103.2 97.4 راديو فجر يقدم الفنار. حوارات في الفكر والتاريخ والثقافة. الفنار مع علاء الدين حسو. أهلا بكم متابعي راديو فجر في حلقة مميزة من برنامجكم الفنار الذي سيتم عرضه يوم الجمعة ويعاد يوم السبت الساعة 10 ويوم الأحد في الساعة 1 بعد منتصف الليل. حوارات في الفكر والتاريخ والفلسفة والثقافة. اخترنا الحلقة الأولى اليوم عن فلسفة الدين، وهل للدين فلسفة؟ هل يمكن أن نفلسف الدين؟ هذا ما سنعرفه اليوم من خلال محاضرة للدكتور حسن حنفي. هو مفكر مصري من مواليد عام 1935، وهو أحد منظري التيار اليسار الإسلامي. ربما أحدهم يسأل هل هناك شيء اسمه إسلام يساري وإسلام يميني؟ نعم، الدكتور حسن حنفي هو يعتبر من الأستاذ لكثير من المفكرين الإسلاميين، منهم حامد أبو زيد، منهم أيضا علي مبروك وكريم الصياد. هو ابن 85، يسعى في هذه المحاضرة، وهي إقامة هذه المحاضرة في مؤسسة مؤمنون بلا حدود. يتمنى أن يجد من هو في 50 و60 يكون جسرا مع الجيل الجديد الذي هو جيل الثلاثينات، الذين يسمعون لشيء جديد. ما يريد أن يقوله هو إشارة إلى واحد، شيء واحد: الدين الإسلامي ليس هو دين جامد، وعلينا أن نفكر كيف أن نجعل هذا الدين هو دين متحرك وليس عبارة عن جامد عبر قوالب. ويقول بأن الحوارات كثرت، وهناك مؤسسات كثيرة تحاول كسر الكلام إلى الفعل. وهنا يتساءل ماهية هذه فلسفة أم دين؟ لنستمع إلى الجزء الأول من هذه المحاضرة ثم نتابع. اسمحوا لي أن أعرض الموضوع. موجود في البرنامج في فلسفة الدين، ربما أنا أضيف في فلسفة الدين بين تعدد الحضارات أو بين حضارتين، فلكل حضارة فلسفة الدين. لا توجد فلسفة الدين واحدة نمطية لكل الحضارات، وهو ما أشعر به أحيانا عندما نتحدث عن فلسفة الدين في الحضارة الغربية. مثلا في الصين الكونفوشيوسية، هذا دين أم فلسفة؟ لا تعرف اللغة الصينية كلمة دين، لكنها تعرف كلمة أخلاق. وتعاليم كونفوشيوس لا تتعرض للغيبيات كما نفعل نحن، إنما تتعرض كيف يكون الإنسان كاملا، كيف يعامل أسرته، كيف يعامل مجتمعه، كيف يعامل الدولة، أي هي أخلاق عملية. فكيف تقيم فلسفة الدين بالمعنى الذي نعرفه نحن عند هيجل في الصين وكذلك الهند البوذية؟ هل هذه فلسفة أم دين؟ نفس الشيء في الصين البوذية، هي كيف يستطيع الإنسان أن يسيطر على انفعالاته بحضور قيمة كبرى في العالم. وبالتالي لا يوجد فكر نظري يسمى فلسفة الدين. وكذلك المانوية،
الصراع بين الخير وبين الخير والشر هذا صراع أبدي كما لاحظنا. وحتى عند اليونان الذين عادة ما نؤرق بهم لا توجد كلمة للفظ الدين في اليونانية، في فلسفة، في فيلوسوفيا. الدين كلمة لاتينية ريليجيو نظرا لدخول المسيحية في الحضارة الرومانية. لكن اليونان لا يعرفون ماذا يعني الله، يعرفون العلة الأولى، يعرفون قدم العالم، يعرفون فناء الأجساد، وهي الأشياء التي أرعبت الفلاسفة والمتكلمين المسلمين. وبالتالي حتى في اليهودية يعني لا يوجد شيء اسمه فلسفة الدين. في التوراة أي القانون أي الشريعة أي موسى، لكن أكثر من ذلك لا يوجد. إنما بدأ الموضوع مع المسيحية نظرا لأنها نشأت في بيئة فلسفية هيلينستية فيها الفلسفة وفيها الدين آت من المسيحية، وبالتالي بدأت أفكار فلسفة الدين تخرج من آباء الكنيسة اليونان والرومان. إنما في الغرب وحده، وهذا ليس ميزة إنما هي ظروف تاريخية التي ظهر فيها المفهوم فلسفة الدين، لأن كانت أوروبا تريد أن تتخلص من الدين الذي عانت منه في العصر الوسيط وسيطرت عليه الكنيسة والفلاسفة المدرسيون. ونشأت العصور الحديثة تعتز بالعقل وتعتز بالفكر، فحاولت أن تبين ما العلاقة بين مرحلتين في تاريخ الغرب، وهو الدين في العصور الوسطى والفلسفة في العصور الحديثة. حتى ديكارت لم يجرؤ على أن يقول فلسفة الدين، وقال تأملات في الفلسفة الأولى، بريما فيلسوفية كتابه المشهور عن التأملات. إنما هو هيجل هو الذي تجرأ وقال نعم، محاضرات في فلسفة الدين، محاضرات في فلسفة التاريخ، محاضرات في علم الجمال، محاضرات في تاريخ الفلسفة. فهو الذي كان لديه هذه الرؤية التاريخية للعلوم الإنسانية. أنتم مع برنامج الفنار، حوارات في الفكر والتاريخ والثقافة. إذن بدأت الفلسفة مع المسيحية، وديكارت لم يتجرأ، بل الذي تجرأ هو هيجل، وقام بإقامة محاضرات في فلسفة الدين والجمال. فالفلسفة لأن لا تعني التبرير، ولكن تعني الدين، فلسفة الدين الفهم. أي فلسفة الدين هي معناها عزيزي المستمع أن تفهم الدين بشكل صحيح، إعادة فهم الدين بطريقة فلسفية، لأن الدين تم تحويله هكذا يرى بأنه إلى فكر مثالي، وأنه لم يبقى هذا التطور عبر هيجل، بل انتقل عبر الشباب، فبدأت هناك ثورة فرنسية، وأن الألمان حاولوا أن يقوموا بنفس الثورة الفرنسية، ولكن ماركس لم ينجح هناك. وهذا يشير إلى أن ليس شرطا أن تكون ثورة بشروط ما تقوم في مكان ما أن تنطبق هذه الشروط على منطقة أخرى. في ألمانيا لن تنجح، لذلك ذهب ماركس إلى لندن. لنستمع إلى حسن حنيفي. فلسفة الدين كما نشأت خاصة عند هيجل لا تعني التبرير، لا تعني تبرير العقائد كما يفهم أحيانا من لفظ فلسفة الدين. كيف تفهم العقائد المسيحية أو اليهودية أو الإسلامية؟ بطريقة
أكثر عقلانية وأكثر قبولا، ليس التبرير ولكن الفهم، بصرف النظر عن صحة العقائد. وبالتالي استطاع هيجل أن يحول التثليث إلى منهج جدلي، الموضوع نقيض الموضوع، مركب الموضوع، الآب والابن والروح القدس إلى آخره. لم يبرر التثليث ولكنه أعاد فهمه بطريقة فلسفية. فلسفة الدين حولت الدين إلى فكر مثالي مطلق، لذلك اتهم هيجل بأنه مثالي. ثم أتى الهيجليون الشبان ليثوروا على هيجل ويقولون: ومن نفع في بهذه المثالية وبلادنا فرنسا وألمانيا وإيطاليا في حاجة إلى ثورة، والثورة لا تبدأ إلا بالثورة على الفكر. فثاروا على الفكر لاكتشاف الإنسان عند فيرب. ثم يأتي مفكرون آخرون شبان ينقضون هذه الفلسفة ويلجؤون إلى تحليل الواقع وإلى تحليل أوضاع الناس والبؤس، ماركس وغيره من الشبان. ولما قامت الثورة الفرنسية حاول اليسار الهيجلي الألماني القيام بنفس الثورة في ألمانيا بثورة 1848 وفشلت. وهنا جاء ماركس وقال: الثورة عن طريق الأفكار واضح أنها إذا كانت نجحت في فرنسا فإنها لا تنجح في ألمانيا، واتجه في لندن في المتحف البريطاني 15 عاما يحلل العلاقة بين الطبقات وفائض القيمة، حتى انتهى إلى ما نسميه نحن الماركسي. وأخيرا يعني دخلت فلسفة الدين بنشأة العلوم الاجتماعية، خاصة علم الاجتماع، دوركايم لفورم إليمنتير دي لا في ريليجيوز، وماكس فيبر، وبصرف النظر عن المنهج تاريخي بنيوي إلى آخره، وحاولوا من جديد التأثير في الحياة السياسية الألمانية عن طريق الهيجليين الشبان. ألمانيا كانت في حاجة إلى وحدة وكانت في حاجة إلى إثبات الشخصية، وهنا ظهر المفكرون الجدد. وهو ما لم نفعله في وطننا العربي وفي ثقافتنا العربية، ما زلنا في إطار المرحلة الأولى، الدين. ومن يجرؤ منا على أن يفكر في الدين تفكيرا عقلانيا يتهم بالإلحاد، ومن يجرؤ على أن ينقد التفكير العقلاني إلى تفكير ثوري يحلل الطبقات ويعرف من يملك من. والثورة العمالية الأخيرة في مصر كانت ضد أي نظام يحاول وضع حد أدنى للأجور دون وضع حد أعلى للأجور، فما زال لا يوجد حد أعلى للأجور التي قد تصل إلى عدة ملايين شهريا، وهناك 20 مليون مصري يعيشون في النجوع وفي العشوائيات وفي القرى العشوائية حول المدن الجديدة التي أنشأها رأس المال. أنتم مع برنامج الفنار، حوارات في الفكر والتاريخ والثقافة. طبعا سمعنا في هذا الجزء للدكتور حسن حنفي، لاحظتم بأنه أشار إلى شيء اسمه عقلاني، يعني عقل ونقل. ربما مستمعينا نريد أن نوضح ذلك بأن
العملية العقل هو التفكير بشيء، والنقل هو ما يأتي من الغيب أو من يقول فلان قال وذلك قال. حسن حنيفي يركز دائما في أحاديثه على مستوى الطبقات، هو يعتبر من اليسار الإسلامي، وهنا سؤالنا هل هناك يسار إسلامي؟ نعم، هناك يمين إسلامي وهناك يسار إسلامي، وهناك كتاب جميل لحسن حنيفي حول ذلك مشيرا إلى أن اليسار يعني أن تقف مع الإنسان المظلوم الفقير الإنسان المعدم. لذلك لاحظتم قال بأن النظم الرأسمالية والنظم المستبدة والطاغوتية تفرض حدا أدنى من الأجور، راتب أصغير، ولكن لا يوجد حد أعلى للأجور. هناك من يأخذ رواتب لا يمكن أن تقارن، راتب شخص بمقدار آلاف الأشخاص. نعود إلى جزء هذه فلسفة التاريخ، ماذا عن الحضارة الإسلامية العربية؟ يعني نحن العرب والمسلمون لدينا القرآن، الحديث، السنة، ماذا كيف يراها؟ لنستمع. أن هذه هي ظروف نشأة فلسفة الدين في الغرب، وتلك هي المهام التي أنيط بها. السؤال الآن، وماذا عن حضارتي العربية الإسلامية؟ لم يظهر مصطلح فلسفة الدين فيها. القدماء وضعوا منظومة للعلوم ليس منها فلسفة الدين. أنا أتكلم كمصطلح وليس كمضمون. العلوم ثلاثة أنواع طبقا لمناهجها. هناك علوم عقلية صرفة لا دخل للنقل فيها، وهي العلوم الرياضية والطبيعية، الحساب والهندسة والفلك والموسيقى الرياضية والطبيعية، النبات والحيوان والطب والصيدلة إلى آخره. لا يوجد قال الله وقال الرسول، العلم. وهناك علوم نقلية صرف لا دخل فيها للعقل، وهي خمسة: علوم القرآن والحديث والتفسير والسيرة والفقه، وهي العلوم أخي عبد الله التي تركناها نحن في أقسام الفلسفة، وتركناها للأزهر ولدار العلوم، وأحيانا لأقسام اللغة العربية، مع أنها هي الأخطر في حياة الناس، هي التي تدرس في المساجد وفي المعاهد الأزهرية، والتي لا تعتمد إلا على قال الله وقال الرسول دون معرفة الناس. هو استجابة لسؤال في الواقع، ويسألونك عن الخمر، ويسألونك عن المحيض، ويسألونك عن الأنفال. قل، فالقرآن هو مجموعة إجابات لأسئلة، والحديث يعني عند القدماء صحة المتن تتوقف على صحة السند. لو كان السند صحيحا، اللي هي الرواية وعلاها التواتر، يكون المتن صحيحا. طب هل هذا يكفي؟ يمكن أن يكون السند صحيحا والمتن غير صحيح؟ ألا يمكن أن نعيد بناء علوم الحديث بحيث نقيم نقدا للمتن كما أقام القدماء نقدا للسند؟ وعلوم السيرة، السيرة كانت وظيفتها الرواية، رواية الحديث، ثم تطورت من الرواية
من الرسالة إلى الرسول، إلى شخص الرسول، والذي يتتبع كتب السيرة حتى هذه الأيام يجدنا نتكلم في الرسول كما يتكلم النصارى في المسيح. أغثنا يا رسول الله، أعدنا يا رسول الله. والذي يذهب إلى الموالد النبوية في الأحياء الشعبية يجد أن الرسول قد تحول إلى يعني شيء آخر، غير أنه وسيلة كانت لتوصيل الرسالة. والذي يذهب إلى الهند في مساجد الهند، إذا كان المسجد سنيا فكل مسجد فيه سيف الرسول، شعر الرسول، حذاء الرسول، وإلا لا يكون للمسجد قيمة. وإذا كان شيعيا سيف عليه، شعر عليه، يعني قدسنا الأشخاص وتركنا الرسالة للرسول. وكذلك في التفسير، كل المفسرين حتى الآن منذ الطبري حتى في ظلال القرآن لسيد قطب يفسرون القرآن سورة وراء سورة، آية وراء آية، وتتقطع الموضوعات، موضوعات المال، الفقه. ما زلنا حتى الآن نعرض لفقه العبادات، والقليل فقه المعاملات. وفي كتب الفقه تجد أن نصف الكتاب في الطهارة وأنواع الطهارة. وأثير أخيرا ثورة ضد بعض المشايخ الذين تكلموا عن إرضاع الكبير. طب هذا باب في الفقه، والذين تكلموا عن مضاجعة الرجل لامرأته، المضاجعة الأخيرة قبل أن يذهب بها إلى القبر. طب هذا فصل في كتب الفقه، وما زلنا حتى الآن ندرس للناس آراء الإسلام في الرق وفي السبايا وفي الغنائم. طب هو احنا لو هزمنا إسرائيل هنقسم جيش إسرائيل والإسرائيليات على 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 العرب؟ هذا دبابة وهذا طيارة وهذا يعني إذا تلك هي فلسفة الدين. أنتم مع برنامج الفنار، حوارات في الفكر والتاريخ والثقافة. الدكتور حسن حنفي همه أن يعيد الإسلام إلى ما كان عليه، ويقول بأن الإسلام هو دين المعاملات، يجب أن نهتم بالمعاملات قبل كل شيء. وأشار إلى أن العلاقة بأن هناك شيء اسمه عقل وشيء اسمه نقل، وأن العقل هو العلوم الإبداعية التي يجب أن نشتغل عليها، مثل الموسيقى ومثل الفن أو مثل أي عمل ثاني، الحرفة إلى آخره. وهناك أعمال نقلية، ولكن يجب أن نجمع بين الاثنين. الدين ليس فقط عبارة عن استيراد معلومات أو وليس تصدير أقوال، وإنما هو تحليل وقبول وتشخيص وثم عمل. هذا ما يهبو إليه و يريد أن يشير إليه الدكتور حسن حنفي، وهو مؤسس علم الاستغراب. قد تسأل مستمع العزيز ما هو علم الاستغراب؟ سنقول بأنه هو ظاهرة، دراسة ظاهرة الميل نحو الغرب. الاستغراب هو عكس الاستشراق، أي أن إنسان شرقي غربي يدرس علوم الشرق، المستشرقين، وهؤلاء المستشرقون هم من أسباب البلاء لدينا، حرفوا الإسلام وعملوا ما عملوا فيه،
ولكن علم الاستغراب هو دراسة ذلك. المعاكس، إنسان شرقي يدرس الغرب، يرى في أين ما تطور وأين فشل، ويريد أن يطبق ذلك على واقعنا. مصادر فلسفة الدين، لنستمع إلى مصادر فلسفة الدين. كيف تنشأ فلسفة الدين من واقع نعيشه؟ ونستسهل شرح فلسفة الدين كما نشأت في الغرب، هذه لها ظروفها وأدت وظيفتها، أما نحن فتركنا المصادر التي تنشأ منها فلسفة الدين مما سبب نشأة الحركة السلفية، لها مصادرها وثارت ضدها الحركة العلمانية ولها مصادرها، وعشنا في هذا الخصام الذي تسيل فيه الدماء حتى الآن. هذا هو وضع فلسفة الدين في حضارتنا، لا أدري ما أسمي ذلك، إعادة بناء العلوم. هو احنا متصورين أن الحضارة الإسلامية مرة واحدة في التاريخ؟ الحضارة الإسلامية تنشأ في كل مرة تتغير فيها الظروف التاريخية والحضارية والبيئية. حضارتنا الأولى نشأت ونحن منتصرون من أسبانيا إلى الصين، فعبرت العلوم عن هذه النخوة بالانتصار. وواجهت مظان الخطر وهو التوحيد، ولم تكن هناك مخاطر على الأرض. أما نحن الآن، هل التوحيد في خطر؟ هل منا من يؤمن بأن الله اثنين أو ثلاثة ولكن الأرض في خطر؟ فلسفة الدين إذن في حاجة إلى أن تعيد النظر في الفترة الحضارية التي نعيشها، وأن الحضارة الإسلامية تنشأ في كل عصر تتغير ظروفه. تغيرت ظروفنا قديما في القرون السبعة الأولى حتى ابن خلدون، والآن تغيرت الظروف من ابن خلدون حتى الآن. من منا يستطيع باسم فلسفة الدين أن يقول يا قوم نحن لدينا مسؤولية كما كان لدى هيجل مسؤولية بتحويل العقيدة إلى فكر، والهيجليون الشبان تحويل الفكر إلى ثورة؟ نحن لدينا مسؤولية عاجلة في تجاوز هذا الشقاق الذي هز مصر وتونس وليبيا وسوريا واليمن والبقية والعراق والبقية تأتي. إذن يعني فلسفة الدين ليس لها نمط واحد. أنتم مع برنامج الفنار، حوارات في الفكر والتاريخ والثقافة. الدكتور حسن حنفي كان الأسبوع قبل أسابيع ضيفا على مدينة غازي عنتاب، وشهدنا له جلسة جميلة تحدث فيها وقال بأن من المشكلة الأساسية عنا نحن هو من هذه الثورات التي نتحدث عنها، بأن الإنسانية مع كل أسف رغم أننا نتحدث عن الإنسانية هي غابت، وله مقال مهم لماذا غابت الإنسانية عنا. فقال بأن فلسفة الدين إذن ليست نمط واحد، كل همه مستمعي الذي يستمع والذي يعرف الدكتور حسن حنفي أو الذي يهتم بالفكر والثقافة، بأنه كل همه يقول بأن هناك النظم الرجعية
لا تطلب من الناس أكثر من شعورهم الباطني حتى تأمن ألسنتهم وأفعالهم، لأنهم إذا تحدثوا فضحوا ودافعوا عن حقوقهم، وإذا عملوا ثاروا ضد الظلم الواقع عليهم. ولا تطلب من المثقفين أكثر من الإيمان العقلي. يعني يجب أن تفصل بين هاتين النقطتين. ولكن هناك موقف آخر يقول، وهو يركز عليه، بأن يجعل الإيمان والعمل وحدة واحدة لا انفصال لها، وأن من لا عمل له لا إيمان له. ولكن الفلسفة هي التي توضح لك هذه، ولا أن تخلطها، أن تعمل يعمل عقلك لتوضيح ذلك لتفهم أسسه. لو أخذنا بعض العلوم القديمة، الفلسفة مثلا، قالت الحكمة، ونموذج فلسفة الدين في علوم الحكمة هي حي بن يقظان. حي بن يقظان هذا إنسان طبيعي نشأ في الطبيعة بالعقل الطبيعي البديهي، واكتشف ما وصل إليه الأنبياء، أن هناك خالق لهذا الكون، وأن هذا الكون مخلوق، وأن النفس خالدة. يعني أن العقل الطبيعي قادر على أن يصل إلى ما يعطيه الأنبياء، فالعقل هو الأساس وليس النقل. وكل الكندي والفارابي وابن سينا وابن كلهم، مثلا ابن رشد فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، كان عن الحكمة أي الفلسفة والشريعة أي الدين، ما هو الاتصال بين الاثنين؟ هل هذه عناصر لفلسفة الدين؟ ربما هذا ما نعرفه وندرسه للطلاب، الصلة بين الفلسفة والدين عند حكماء الإسلام، وأنهما لا يتعارضان بل يتفقان، ولكن بروح التبرير، بروح أن الدين حق، وأن العقل أداة لمعرفة الدين. طب وماذا لو وصل العقل إلى شيء مخالف، كما فعل أبو حيان التوحيد، أو كما فعل البيروني؟ يعني أن تكون وظيفة العقل هي مجرد تبرير الحقائق التي يعطينا إياها الوحي أو النقل أو النبوة، هذا أيضا إقلال من شأن العقل. ربما في حاجة، بس هذا ما نقوم به الآن، تطوير فكرة المقاصد في أصول الفقه كما فعل علامه، ربما في حاجة إلى تطوير يعني كيف نفسر النص، مدرسة أمين الخولي واعتبار النص في النهاية هو قول، هو فن القول، وبالتالي نطبق عليه قواعد البلاغة إلى آخره. أنتم مع برنامج الفنار، حوارات في الفكر والتاريخ والثقافة. تطوير فكرة المقاصد، ما يقصده مقاصد الشريعة، المال والنسل والدين والنفس والعقل، هذه الأسس الخمسة التي يجب أن يحافظ عليها الإنسان المسلم. لنرى ماذا حدث في بلادنا، هل الإنسان بمأمن عن ماله، عن نسله، عن دينه، عن نفسه، عن عقله؟ لا نتحدث فقط ما فعله النظام بقدر ما نتحدث عما فعلته التنظيمات المتشددة والعقول المتشددة في بلادنا. حسن حنفي يشير في كتابه اليمين واليسار في الدين
بأنه يتعجب من استمرار قضية الماركسية والدين، وكأن الماركسية هي الخطر الدائم على ديننا ودنيانا، دون أن يعلم الناس بأن هذه المعركة هي في الحقيقة معركة مفتعلة من آثار الاستعمار الثقافي. هنا نقصد به بأنه متخصص في علم الاستغراب، ما يفعله الغرب بنا. ويقول بأن وقوفنا في وجه حركات التحرر الوطني والتقدم الاجتماعي لحفاظا على مصالحه الاقتصادية والعسكرية، هذا الاستعمار أراد من جعل هذه الماركسية هي والدين هي الفعل الأساسي، والترويج بأنها مضادة لتعليم الدين، ولكن ليست هي. وحتى الآن في الكنيسة تروج إلى أن الأحزاب الاشتراكية هي لا زالت تحارب في الكنيسة الغربية، في حين يقول بأن قضية الرأسمالية والدين هي الأخطر بالنسبة لمجتمعنا الحالي، وإذ كنا نعني بجدية ما نقوله باستمرار. النظام الرأسمالي والجشع اللي عم نشهده في شمال سوريا وفي سوريا بشكل عام، جشع التجار وجشع الظلام الذين يأخذون بقوت الإنسان، في إنسان مواطن عادي قاعد لا حول ولا قوة له، لا يستطيع أن يأمن قوت عيشه، الجشع والاستعمار والرأسمالي يلعب في ذلك. لا يمكن أن نفصل الدين عن السياسة عن الفكر، وأن نجعل الدين فقط هو عبارة أن تذهب إلى المسجد وتصلي وتسمع خطبة سريعة حسب الوقت، إذا كانت برمضان وسط وقعت غزوة بدر تتحدث عن غزوة بدر، وإذا كنت قريب من الحج بدك تتحدث عن الحج، وإذا كنت بزمن الزكاة بدك تحكي عن الزكاة. هذه توعية ضرورية ولكن ليست هي الأساس. تم تفريغ المساجد من فعلها ودورها الحقيقي، والذين استغلوها فيما بعد استغلوها لأمور لتشويهها، حتى الواحد فينا صار يقول بلا ما يروح على الجامع حتى يصير ما يوصف بهذه الصفة إلا يريد أن يصفها. همه إذن المهمة هي تصحيح أوضاعنا الثقافية. وهنا يرجع إلى سؤال مهم، طيب ليش تقدم الغرب وتأخرنا نحن؟ هذا السؤال له إجابة عنده، ولكن هذا السؤال بالأساس هو كتاب لشكيب أرسلان وهو مفكر كبير. سؤال شكيب أرسلان سؤال مهم، لماذا تأخر العرب وتقدم غيرهم؟ هل لأننا ليس لدينا وقت الكافي لنحفر في ثقافتنا الموروثة؟ هل لأننا نستسهل الثقافة الوافدة؟ الثقافة الموروثة 14 قرن وصعبة، الثقافة الوافدة قرنين من أيام الطهطاوي وسهلة الابتلاع، أي ما يسمى بالحداثة إلى آخره. هل انشغلنا بتأسيس الدول نظرا لضعف الرجل المريض دولة الخلافة وتكالب الاستعمار عليها وسقوط الخلافة في 23 وتقطيع الاستعمار لممتلكاتها، فرنسا جزء وانجلترا جزء إلى آخره، وحدود نختلف عليها بل نقتتل عليها بين ما يسمى الدول الوطنية؟ إذن يعني هل انشغلنا بتأسيس الدولة الوطنية التي أصبحت دولة مستبدة؟ هل لأننا ربما انشغلنا بقضية الفقر وقضية لقمة العيش والخبز؟ وماذا عن أهداف الثورة التي رفعناها منذ 3 سنوات، الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية إلى آخره؟
حتى الإصلاح، حركة الإصلاح التي كنا نأمل فيها منذ الأفغاني ومحمد عبده، وبدأت تكبو جيلا وراء جيل. محمد عبده هو معتزلي في العدل لكنه أشعري في التوحيد، يقول أن العقل في حاجة إلى وصي. ثم بعد ذلك لما قامت يعني باقي الثورات، خشي السلفيون من ضياع الإسلام كما ضاع في تركيا، فعادوا من جديد للإسلام، وهنا نشأت الحركة السلفية كنوع من الإنقاذ، خاصة وأنها دخلت السجون منذ 28 حتى الآن. ونستعجب لماذا لم يحسن الحكم، فكيف يحسن الحكم من يخرج من السجن إلى القصر؟ هذا يستحيل، لأن نفسية السجين تحتاج إلى وقت لكي يقوم بتدريب نفسه. آخر شيء أقوله ما يتعلق ب حتى محاولات التي نشأت في الفكر في الفلسفة زي الجوانية لعثمان أمين، والمثالية المعتدلة لتوفيق الطويل، والشخصانية لمحمد عزيز الأحبابي وهشام جعيط، يعني قامت وانتهت، نور وانطفأ، لأنها ربما كانت جذورها في الوافد الغربي أكثر من جذورها في الموروث الإسلامي. أنتم مع برنامج الفنار، حوارات في الفكر والتاريخ والثقافة. طبعا الدكتور حسن حنفي، وهو حينما سأل لماذا تأخر العرب وأراد الإجابة وتقدم الغرب، وقال بأننا نحن مستهلكون، ولكن أريد أن أشير حينما ذكر محمد عبده وقال بأنه انعزالي و أشعري، هو يقصد بأنه غلب على العزاليون التفكير العقلاني والأشعريون على تفكير النقلي، وقال بأنه بالتوحيد ونقلي أن مؤمن بالقرآن وبالكتاب وبالرسول، هذا لا شك فيه، ولكن يجب أن العقل أيضا أن يعمل وأن يميز، لأن العالم يصوره لنا الراغبون في استغلال الشعوب بتصوير هرمي، هكذا يقول الدكتور حسن حنفي. كلما صعدنا إلى أعلى وصلنا إلى كمال أكثر ونقص أقل، هذا التصور لدى الإنسان، وكلما نزلنا إلى أسفل وصلنا إلى كمال أقل ونقص أكثر. القمة فيها الكمال، القاعدة فيها النقص المطلق، أي تفاوت بالدرجات بين الأعلى والأدنى، بين الكمال والنقص. ويقول بعلي بأنه هذا في الحقيقة وليس من الدين، بل هو تصور جشعي رأسمالي للعالم، يعبر عن بناء الطبقي للمجتمع ويرسخه في النفوس الذي يعتمد على الحركة اللي الصاعدة والهابطة. الدين ليس ذلك، الدين شيء مختلف، هناك صلة وصل بين الإنسان وخالقه. لذلك الدكتور حسن حنفي يتساءل ماذا علينا أن نعمل الآن، نحن الذين نعاني ما نعاني حاليا في هذه المجتمعات انشغلت كما في سوريا في كل مكان في تقسيم الأراضي التي قسمها الغرب في سيكسبيكو، كما أشار بأنها أصبحت جزءا بعيدا عن جزء، وننشغل الآن في القطعة الفلانية والأرض الفلانية، وهذه هذا أصوله كان هنا وهذا أصوله لم تكن هنا. النظام روع الأكثرية والأكثرية، وجاء المتشددون روعوا الأقلية، لم نعد نسمع
ما يمكن أن نسمعه الآن. الحقيقة في لبنان ما نشهده هذه الثورة التي جمعت الكل، الشيعي والعلوي والسني والمسيحي والكلداني والجميع، بينما نحن في سوريا دخلوا باسم الدين لكي يفرقون أكثر لأنهم كاذبون. هذا ما يريده في فلسفة الدين الدكتور حسن حنفي. طيب شو لازم نعمل هلا؟ ما هو العمل الآن؟ لنسمع. ما العمل الآن؟ هل هناك إمكانية لإقامة فلسفة الدين جديدة دون الإحالة إلى هيجل وماكس فيبر ودون الإحالة إلى ابن سينا والفارابي؟ والسؤال ما زال مطروحا لطلبتنا بتشجيع منا، أنه أنا الأوان لأن نتحول من النقل إلى الإبداع، فنحن ما زلنا في الثقافة ناقلين، إما ننقل عن الغرب، وانظر مراكز الترجمة التي نشأت في كل مكان، في الخليج وفي لبنان وفي مصر وفي وجوائز الترجمة، وكأنني أنا مستهلك لثقافة، أو ناقل على القدماء، وانظر كم من الكتب السلفية المطبوعة في أندونيسيا وماليزيا، وأكبر كتاب توزيع في أندونيسيا هو إحياء علوم الدين. أنتم مع برنامج الفنار، حوارات في الفكر والتاريخ والثقافة. إذن الدكتور حسن حنفي يقول يجب الجديد أن نقوم بشيء يخصنا يلمسنا يكون خاص بنا، لا أن نلجأ إلى النقل. كل شيء عندنا نقل، ما في شيء اسمه أنك تفكر وتأبدع من عندك، إما ترجمات بترجم كتب للآخرين أو للقدماء، يا من الغرب يا من القديم، شيء جديد، شيء أعطاء لك، شيء خاص فيك، هذا ما يدعوه وهو الأمل بالجيل الجديد. شكرا متابعي راديو فجر لحسن استماعكم، على أمل نلتقي في حلقة قادمة من حوارات في الفكر والتاريخ والثقافة. الفرار، دمتم برعاية الله، ونشكر مخرجتنا لارا أحمد على حسن إخراجها ولحسن استماعكم. الفنار، حوارات في الفكر والتاريخ والثقافة.